ولمتابعة أجواء الاستعدادات ورصد آراء وتوقعات الجماهير المصرية ينضم إلينا من نادي النصر بمصر الجديدة كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. كريم، يعني بعد التحية 3 ساعات وتنطلق هذه المباراة مصر والسنغال، ضعنا في الأجواء لديك الآن بين الجماهير والمشجعين. بالفعل تنطلق المباراة يعني بعد ساعتين تقريبا أو أكثر، 3 ساعات من الآن، هذه المباراة الهامة بين منتخب المصري ومنتخب السنغال، وهي تصفيات المؤهلة بالطبع لكأس العالم 2022 في قطر. هذا المونديال ربما الذي يعني يضع عليه الشعب المصري الآمال الكبيرة، خصوصا في ظل وجود المنتخب في ظل وجود اللاعب العالمي محمد صلاح في المنتخب المصري. بالطبع الآراء تباينت في الشارع المصري كلها بطبع طموحات وأماني وتمنيات للمنتخب المصري بالفوز في هذه المباراة. بالطبع هذه مباراة الذهاب هنا في القاهرة، والإياب ستكون في داكار عاصمة السنغال بعد 4 أو 5 أيام من اليوم. نتحدث اليوم عن تشكيل المنتخب المصري، وهو بالطبع في خط الدفاع عمر كمال، نتحدث عن محمد عبد المنعم، نتحدث عن أحمد فتوح ومحمود الونش، وفي خط الوسط النني لاعب الأرسنال والمنتخب المصري، وأيضا بالطبع عمرو السولية، ونتحدث في الهجوم عن محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. تباينت الآراء في الشارع المصري، هناك من يتوقع الفوز اليوم بنتيجة قوية على الأقل هدف أو هدفين، وهناك من يتوقع أيضا التعادل، خصوصا بعد المباراة الأخيرة في أمم أفريقيا التي فاز فيها المنتخب السنغالي. ولكن ربما دعم الجماهير في الشارع وفي النوادي من حولي الآن أكثر من شاشة عرض في نادي النصر الرياضي. المواطنون متواجدين بالفعل داخل النوادي في انتظار هذه المباراة، حتى قبل ساعات من بداية المباراة في الشوارع الأعلام متواجدة في كل الأماكن، في على السيارات، في حتى الشباب يعني يترجلون في الشوارع ممسكين بأعلام مصر آملين بفوز قوي يضع ويثبت أقدام المنتخب المصري للتأهل لمونديال 2022. وبالطبع سنتابع الآراء خلال قبل المباراة وخلال المباراة وبعد المباراة بعد الفوز بإذن الله، وكل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المصري اليوم أمام السنغال. يعني هناك حالة من التفاؤل تسود المشجعين والجماهير لديك والمتابعين داخل نادي النصر. كريم، توقعات متفائلة، كيف رصدت أراء المشجعين لديك أو الجماهير فيما يتعلق بأداء المباراة المتوقع والتمنيات طبعا أن يحرز صلاح الهدف داخل هذه المباراة أو في بداية هذه المباراة؟ يعني أبرز التوقعات التي رصدتها لديك. في حقيقة الأمر يعني الآمال موضوعة بشكل كبير جدا على النجم العالمي محمد صلاح، أنه ينافس، خصوصا أنه ينافس الآن على أحسن لاعب في العالم، لذلك الآمال كلها موضوعة على هذا اللاعب المصري الكبير، خصوصا بعد يعني تغريداته بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي طالبا دعم الجمهور والشعب المصري ووقوف الشعب المصري، خصوصا بوجود أكثر من 60,000 متفرج اليوم في استاد القاهرة. الشارع متوقع اليوم يعني حسبما تحدثت معه هناك توقعات بهدف أو هدفين على الأقل في بداية المباراة، وبالطبع كل من قال أن هناك سيكون هناك إحراز الأهداف قال أنه سيكون بداية بمحمد صلاح النجم العالمي، سيضع الهدف الأول والبصمة الأولى. وبالطبع هناك توقعات أخرى التي وضعت تريزيجيه في المرتبة الثانية في وضع الهدف الثاني، وربما أيضا توقعوا أكثر من هدفين، بعض الآراء قالت أنك ستصل لـ3 أهداف وربما 4 أهداف. ولكن أيضا المنتخب السنغالي هو منتخب قوي جدا، وأيضا له تاريخ وله لاعبين محترفين مثل ساديو ماني، أيضا زميل محمد صلاح في ليفربول. إما لكن التوقعات تفاؤل كبير جدا من الشارع المصري على محمد صلاح وتريزيجيه مخصوص في هذه المباراة بوضع 2 و3 و4 في بعض الأحيان. الشباب أيضا والصغار متفائلين جدا بوجود
محمد صلاح في المباراة اليوم. ربما تريزيجيه ليس في التشكيلة الأساسية في بداية المباراة، ولكن دائما ما يتعاون معه أو يضعه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري دائما يكون كبديل هام جدا ومؤثر في حقيقة الأمر. في نهاية في يعني كأس العالم الماضي في حقيقة الأمر كان تأهل للمنتخب المصري بهجمة قوية جدا من محمود تريزيجيه التي جاءت بضربة جزاء للمنتخب المصري وأحرزها محمد صلاح، لذلك توقعات كبيرة أيضا هذه المرة بتفاعل كبير جدا وأداء قوي جدا من محمود تريزيجيه وأيضا محمد صلاح ليضعوا الهدف الأول والثاني وصولا حتى آملا في الرابع ليثبتوا أقدامهم قبل الذهاب لمواجهة السنغال في داكار في العاصمة السنغالية، خصوصا أنهم سيكونون وسط أرضهم وسيكون بالطبع معهم الحماس في بعد أن ربحوا مباراة كأس الأمم الأفريقية، ولكن التفاؤل كبير جدا من الشارع المصري من الشباب والأطفال والعائلات وحتى الرجال والمحللين الكرويين في حقيقة الأمر يعني تباينوا في الآراء حول فوز المنتخب أو حتى التعادل، ولكن كما قلت وسأقول دائما وكما دائما الشارع المصري يقول بدعوات الشعب المصري ودعوات الجماهير وإيمانهم أيضا بدعمهم للمنتخب المصري بتاريخه في المباريات والذي فاز على منتخب السنغال بالقبل 7 مرات وفيما فاز السنغال فقط 5 مرات وتعادلوا في مباراتين فقط، لذلك ربما الأرقام والأجواء والشارع أيضا يحبز ويحفز فوز المنتخب المصري اليوم ربما بهدفين أو 3 كما ذكرت للتأكيد دعوات كل المصريين في قلوب الشعب المصري قبل المواجهة الأخيرة للتأهل للمونديال 2022 في قطر. يعني دعوات وقلوب كل المصريين مع المنتخب الوطني اليوم لإحراز الفوز، وكما نرى في الصورة من خلفك يعني بدأ المشجعون يتوافدون لمتابعة المباراة، والبطل الرئيسي في هذا المشهد هو العلم المصري، العلم الذي يزين الشوارع ويزين الأماكن المختلفة اليوم لمتابعة هذه المباراة التي تجمع مصر والسنغال في تمام الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي. كل التوفيق بمشيئة الله لمنتخبنا الوطني. الزميل العزيز كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من داخل نادي النصر بمصر الجديدة، شكرا جزيلا لك.